أعزائي المشاهدين، راح أتكلم اليوم عن عصير ساحر. فعلا ما ببالغ بالاسم هذا. هو هذا العصير كثير من الناس ما بتعرف عنه وما سمعت عنه لأنه غير منتشر بالأسواق العربية. ممكن حتى نجيب العصير هذا نحتاج نفوت على الأمازون، وقد يكون موجود في الأمازون أريبيا، يعني موجود في آي هيرب أو أمازون أريبيا، لأنه بدأت الناس تعرف عنه في العالم العربي. لكن هو مشهور أكثر هي عشبة اسمها الموريندا ستروفوليا، موريندا ستروفوليا. واسم العصير هذا هو عصير النوني أو عصير المورينزي، طبعا مختلف عن المورينجا. يعني إذا في ناس لخبطت مع المورينجا الخضراء، أبدا، هي فاكهة موجودة في التاهيتي وفرنش بولينيزيا، جنوب شرق آسيا، وأيضا مناطق من أستراليا. فهي غير متوفرة في كل أنحاء العالم، تحديدا في مناطق جنوب شرق آسيا، تحديدا تاهيتي. أفخر أنواعه بتيجي من مناطق تاهيتي. طبعا العصير هذا عصير ساحر. ليش؟ لأنه يعني قد يكون سر جمال كثير من الممثلات والممثلين، ويعني بيعلي نسبة الكولاجين وبشد الجلد ومضاد أكسدة وبيقوي المناعة وبيفتح الأوعية الدموية وبيخفض الكوليسترول. عجيب عجيب هذا العصير. طبعا بيجي على هيئة عصير، وهذا العصير طعمه سيء. إلى يعني العيب تبعه أنه طعمه سيء، لكن أنت بتخلطه مع عصائر الديتوكس، بتحط ملعقة طعام كبيرة واحدة مع هذا حتى تستطيع أن تستسيغه. وقد يعمل غثيان بسيط، لكنه فوائده يعني وخلطه مع العصائر الأخرى خاصة عصائر الديتوكس راح تشوفوا منه فائدة عجيبة. إذا هذه الفاكهة جربوها، راح تفيدكم جدا وستجدد الشباب عندكم، حتشد لكم الجلد، حتقوي لكم المناعة. وفي دراسات عليه، بنحاول نحط لكم بعض الدراسات الموثقة. لكن في يعني على سبيل المثال تكلموا كثير من نجوم هوليوود وسألوهم شو سر الشباب خاصة للممثلات، وكانت المفاجأة أنه عصير النوني الغير معروف في منطقتنا كان هو السر. فإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالمعلومة، وإن شاء الله نديكوا حاجات طبيعية أكثر في المرات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله.